دعونا نحل بعض من مسائل الأسس التي تتطلب عملية القسمة. فإذا سألتكم ما ناتج 5 للقوة 6 تقسيم 5 للقوة 2؟ حسناً، يمكن أن نذهب للتعريف الأساسي للأسس ونقول أن 5 للقوة 6 تعني 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5. 5 مضروبة بنفسها 6 مرات، و 5 للقوة 2 عبارة عن 5 مضروبة بنفسها مرتين، أي تساوي 5 ضرب 5. حسنا، نحن نعلم كيف يمكننا تبسيط كسر أو عبارة نسبية كهذه. يمكن أن نقسم البسط والمقام على 5 ثم نحذف، ونقسم مرة أخرى على 5 ونحذف هذه الخمسة وتلك. وماذا سيتبقى لدينا؟ 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 على 1، أو يمكن أن نقول أن هذه 5 للقوة 4. الآن لاحظ ما سيحدث، لقد بدأنا مع 6 في البسط، 5 مضروبة بنفسها 6 مرات في البسط، ثم طرحنا، كان بإمكاننا أن نطرح الاثنان الموجودة في المقام، فيصبح لدينا 5 للقوة 6 ناقص 2، أي أنه كان بإمكاننا طرح الأس الموجود في المقام من الأس في البسط. ودعونا نتذكر كيف يمكن أن ننسب هذا إلى الضرب. فإذا كان لدينا 5، دعوني أستخدم لون مختلف، 5 للقوة 6 ضرب 5 للقوة 2. رأينا في آخر عرض أن هذا يساوي 5 للقوة 6. أحاول أن أجعل ألوان مميزة هنا، 5 للقوة 6 زائد 2. الآن لدينا خاصية جديدة، وفي العرض القادم سنرى أن هاتان الخاصيتان ليستا مختلفتان، إنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة. عندما نتعلم أكثر عن الأسس السالبة، لكن في هذا الفيديو رأينا أن 5 للقوة 6 5 للقوة 6 تقسم على 5 للقوة 2، دعوني أكتبها بلون مختلف، ويكون الناتج 5 للقوة 6 ناقص 2. 5 للقوة 6 ناقص 2 أي 5 للقوة 4، وهنا تساوي 5 للقوة 8. فعند ضرب عددين لهما الأساس نفسه نقوم بجمع الأسس، وعندما نقسم ويكون الأساس نفسه نطرح أس المقام من أس البسط. دعونا نقوم بحل مجموعة أمثلة إضافية عن هذا. ما ناتج 6 للقوة 7 تقسيم 6 للقوة 3؟ حسنا، مرة أخرى يمكن اتباع نفس الخاصية، هذا يساوي 6 للقوة 7 ناقص 3 أي يساوي 6 للقوة 4، ويمكن أن نضربه بهذه الطريقة كما فعلنا هنا في المسألة الأولى، وتحققنا من أنها تساوي 6 للقوة 4. لنجرب الآن شيئا مثيرا للاهتمام وسيتم إكماله في الفيديو التالي. لنفترض أن لدينا 3 للقوة 4 تقسيم 3 للقوة 10. حسناً، إذا اتبعنا القواعد الأساسية هذا سيساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، كل هذا مقسوماً على 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. كم عددها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حسنا، إذا فعلنا نفس ما قمنا به في الفيديو الأخير، ستحذف هذه الثلاثة مع تلك الثلاثة، وتحذف هاتان الثلاثة وتحذف هاتان، ويتبقى لدينا 1 على 1 2 3 4 5 6. إذن 1 على 3 للقوة 6 صحيح.
لدينا واحد على كل هذه الثلاثات هنا، لكن مضمون هذه الخاصية التي تحدثت عنها أن هذا يساوي 3 للقوة 4 ناقص 10. حسنا، كم ناتج 4 ناقص 10؟ سنحصل على عدد سالب وهو 3 للقوة ناقص 6. إذا عندما تستخدم هذه الخاصية سنحصل على الناتج 3 للقوة ناقص 6، وعند ضربهم سنحصل على 1 على 3 للقوة 6. والجزء الممتع في كل هذا هو أن هذان لهما نفس المقدار. إذا أعتقد أنك تدرك الآن ماذا يعني أن يكون لدينا عدد مرفوع للسالب 3 للقوة ناقص 6 يساوي 1 على 3 للقوة 6. وسأقوم بحل العديد من الأمثلة في الفيديو التالي، لكن إذا رفعت أي عدد لقوة سالبة مثلا A للقوة ناقص B فهذا يعادل 1 على A للقوة B. أي هاتان الصورتان هما وجهان لعملة واحدة. وفي بداية هذا الفيديو رأينا أنه إذا كان لدينا A للقوة B تقسيم A للقوة C هذا يساوي A للقوة B ناقص C. هذه الخاصية الأخرى التي قمنا باستخدامها. الآن لنستخدم ما تعلمناه الآن وما تعلمناه في العرض الأخير لنحل مسائل أكثر تعقيدا. لنقل أن لدي A للقوة 3 B للقوة 4 على A للقوة 2 B الكل للقوة 3. حسنا، يمكننا استخدام الخاصية التي تعلمناها لتبسيط المقدار الموجود في الداخل. هذا يساوي A للقوة 3 على A للقوة 2 وتساوي A للقوة 3 ناقص 2، صحيح؟ والتبسيط النهائي لها يكون A، ويمكنك أن تتخيل أن هذا عبارة عن A ضرب A ضرب A على A ضرب A، فيتبقى لدينا A في البسط. نأتي الآن لعبارات B. لدينا B للقوة 4 تقسيم B، وهذا يساوي B للقوة 3، صحيح؟ فB تعني B للقوة 1، وهنا 4 ناقص 1 تساوي 3. ومن ثم كل هذا المقدار الموجود داخل الأقواس مرفوعا للقوة 3، ولا نريد أن ننسى القوة 3 الموجودة هنا. القوة 3 هذه هي نفسها هذا، دعوني ألونها. القوة 3 هذه ثم هذه الA المكتوبة باللون البرتقالي هي نفسها A الموجودة هنا. أعتقد أننا نفهم العلاقة بين كل قيمة. والآن يمكن استخدام الخاصية. عندما نضرب عدد ما ونرفعه للقوة 3 فهذا يساوي A للقوة 3 ضرب B للقوة 3 الكل مرفوع للقوة 3. هذا يساوي A للقوة 3، سأكتبها هنا A للقوة 3 ضرب B للقوة 3 ضرب 3 أي B للقوة 9. ونريد تبسيط هذه قدر المستطاع. دعونا نحل مثال آخر، فأنا أعتقد أنه تدريب جيد وقيم سيكسبكم الخبرة لاحقا. لنفترض أن لدينا 25xy للقوة 6 تقسيم 20y 20y للقوة 5 x تربيع. إذا مرة أخرى يمكننا أن نعيد ترتيب البسط والمقامات، فيمكن أن نكتب كالتالي 25 على 20 ضرب x على x تربيع، ثم أوجدنا المقام وهو 20 x تربيع y للقوة 5، ولا يهم الترتيب الذي نتبعه، ضرب y للقوة 6 على y للقوة 5. ولنستخدم الآن الخاصية التي تعلمناها حديثا لتبسيط الكسور. 25 على 20 إذا قسمنا كل من البسط والمقام على 5 سنحصل على 5 على 4. x تقسيم x تربيع
حسنا، هناك طريقتين للتفكير في هذا، فيمكن أن نعتبره x القوة ناقص واحد، لأن القوة واحد هنا، واحد ناقص اثنان يساوي ناقص واحد، إذا هذا يساوي x القوة ناقص واحد أو يساوي واحد على x، كلاهما متساويتان. لنأخذ هذه الصورة، واحد على x هكذا، وستكون x على x ضرب x، واحدة من ال x تحذف ويتبقى لدينا واحد على ال x. وأخيرا y للقوة 6 على y للقوة 5 تساوي y للقوة 6 ناقص 5، أي تساوي y للقوة 1 أو y إذا ضرب y. فإذا أردنا أن نكتب كل هذا بصورة عبارة نسبية واحدة فستكون كالتالي، 5 ضرب 1 ضرب y أي تساوي 5 y، وكل هذا مقسوما على 4 ضرب x، هذه y على 1، إذا 4 ضرب x ضرب 1 على 4 x. لقد نجحنا في تبسيطها.